هاي. غيبوبة أو كوما يلي بتعني باللغة اليونانية النوم العميق، هي حالة فقدان وعي عميقة ما بيقدر فيها الشخص إنه يتفاعل مع البيئة المحيطة فيه، وما في كمان يستجيب للمؤثرات الخارجية. تتميز الغيبوبة بفشل عمل نظام التنشيط عند الشخص يلي يعتبر عايش بس مش نايم، لأنه موجة نشاط الدماغ لشخص بغيبوبة تختلف كتير عن موجة الشخص النايم. أسباب الغيبوبة ممكن تكون مرض معين أو بسبب حصول صدمات للدماغ. عادة الغيبوبة ما بتطول أكثر من أسابيع قليلة، وبيحتاج الشخص لأشكال مختلفة من العلاج لاستعادة القدرة على أداء وظائف معينة بصورة مقبولة. فالشخص يلي بيفيق من الكوما ممكن ما يتعرف على أصحابه وأفراد عائلته، ممكن يعصب يصرخ ويجرب حتى أنه يكون فايلنت مع الأشخاص يلي حواليه. مين قال أنه مايكل شوماخر هو من أكثر الأشخاص المعروفين يلي حالياً بحالة غيبوبة؟ أنا قال بشوفكم بكرة.